وإلى فقرة ريفريش والزميل نعيم برجاوي. مساء الخير نعيم. مساء النور سمرة. شو اليوم عملنا أزمة؟ تخيلي انه بعد كل هالفترة يطلع بايدن، يطلع بايدن الروبوت قالوا عم يحركوه ويحكي، وخاصة انه هو كتير بيعمل هفوات يعني دايما بيغلط. مثلا اليوم معتبر انه برلين ومعتبر انه تورونتو هني ضمن امريكا. فهلا بخضم بيقدر الصراع يكون، بيقدر يكون مش عم بخربط هيدي الانكونسيون تبعه، اللاوعي يحلم انه يستعمر من وحي هالموضوع هلا، وبخضم يعني الانتخابات والمنافسه. هذا الجو عم بيروجوا مين؟ انصار ترامب. عم بيروجوا انه الزلمه روبوت عم بيحركوا وكذا، فعملوا له فيديو مسخره يعني. وانت ما فيك تعيش بلا ايلون ماسك لازم نحطه. في موضوع تاني على الهامش كمان، صاروخ ايلون ماسك ستار شيب العملاق يلي هو حياخد البشريه مره جديده على القمر، نجح بالتجربه الثالثه له، من بعد القمر حيكون على المريخ. لا امتى ما بنعرف، بس انه يلا تفضل. تحت عنوان هل تعلم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو مجرد روبوت آلي، نشر نشطاء على مواقع التواصل مقطعا عن طريق الفكاهة يسخرون فيه من حركة بايدن التي توحي وكأنه روبوت، ما يعكس تصاعد إطار الحرب المتبادلة على وسائل التواصل مع اقتراب الانتخابات الأمريكية. في التجربة الثالثة من نوعها نجح الصاروخ العملاق ستار شيب التابع لشركة سبيس اكس بالوصول إلى خارج الغلاف الجوي للأرض لأول مرة، فهذا الصاروخ من المقرر أن يكون المسؤول عن حمل البشر إلى سطح القمر قريبا وإلى المريخ مستقبلا، وقد صمم هذا الصاروخ لكي يكون قابلا لإعادة الاستخدام بشكل كامل، تماما كما هو الحال بالنسبة لصواريخ فالكون 9 التي باتت علامة فارقة في صناعة الفضاء اليوم. Seconds into flight, we are feeling the rumble. We are seeing 33 out of 33 Raptor engines ignited on the Super Heavy booster. Booster and ship, avionics power. تعتزم السعودية استثمار 40 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز. وقالت الصحيفة أن حكومة السعودية تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار في هذا المجال، وأضافت أن ممثلي صندوق الثروة السيادي في المملكة ناقشوا خلال الأسابيع الماضية شراكة محتملة مع عدد من المتمولين. وبهذا الخبر نصل إلى ختام ريفريش. أعود إليك سمر. شكرا لك نعيم.